تقنيات. قولي ايش صاير؟ مو صاير شيء، حبيت اشوفك. عيني بعينك اشوف، اكيد في شيء يقرقع في راسك. عاد انا اخاف من الوحدة الذكية تفضحك. اي عندي شيء. قولي. اي بالاول ايش تشربين؟ اول شيء قولي لي ايش صاير وبعدين بطلب. انت ليش مستعجلة؟ خليك ريلاكس. ايش تشربين؟ انا ريلاكس. طلبي. اوكي. بسك عادي يا مريم، تعالي يلسي عندنا. انت ما تملين من يلسك بروحك؟ انا انتظر اشاره من سلطان يقرر. وبنت اللي قايله ما تبين تقعدين هني ردتي علي الحين؟ هذه الكلام كان قبل لا يطلع راي الميثة. ما اشحق الحين البيت ما في احد غريب. يلا يبا روحي وبقشك. قشك عاد خالي كل شنطتك. ميثة ردت الفيلا زعلانه عقب ما شلوها من شغلها، يمكن تغير رايها وتجلس. صدق الدنيا غريبه، هي شالت سند بالواسطه ويوم غيروا المدير العام شالها وعين واحد بدالها. يعز من يشاء ويذل من يشاء. تدرون شنو اسوأ شيء في الذل؟ يوم تطيح المذله على الشخص وما يقدر يدافع عن نفسه. ما شاء الله كلكم متجمعين، اكيد عندكم شيء. شلونك مريم؟ ها ليش ما تجيبين اغراضك وتقعدين معاهم عشان يكتمل العقد؟ ابتسام ترى انا عندي بيت ودعوتك هذه احس فيها معاير. انتوا ليش ما تحملون كلامنا؟ حشه الكل مستوي باروت، احنا كيف نرضيكم؟ شو نسوي يا بدريه؟ ارضانا نحن غايه لا تدرك. سمعوا شو يقول الشاعر؟ يقول ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقم. يقولون شذ إذا قلت لا، وإن معة حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أردت رضا الناس لا بد من أن أذم. والله يا سلطان كلامك الوحيد اللي يشرح النفس، أنا أول مرة أسمع هالكلام. الحين أنت جايبتني عشان تقولين لي هالكلام؟ ليش كلامي ما يسوى؟ طبعا انت مستحيه من عبد الله؟ صدق ما عندك سالفه. اي انا طول عمري مشرشحته والحين صار مدير. تصدقين ما توقعت ان الدنيا تكون كذي كريمه وياه. زين وانت ايش خايفه منه بالضبط؟ خايفه يضايقني ويلعوزني وفرصته هذه عشان ينتقم. وش المطلوب مني بالضبط؟ قولي له لا يضايقني ولا يكلمني ولا يتحرش فيني ولا يحط عينه بعيني. والله ما حد يتحرش في عبد الله غيرك. غيري انا؟ أنا أكلم دكتور نفساني يبي يشوفك. يشوفني؟ وليش تكلم دكتور نفساني؟ أتبين أخليك على هالحالة؟ إيش فيها حالتي؟ مجنونة ولا مريضة نفسيا؟ أنت شو تشوفين؟ أنا مو بمجنونة وما أبي أحد تشوفني. أنا ما أصدق إنك وصلتي لهالحالة. اللي يحب يصدق كل شيء ولا لا يصدق أي شيء.
كان له داعي تمدحين فيني. انت وين ناويه توصلي؟ ليش سلطان؟ انا ما سويت شيء غلط. انت زوجي مو غريب. لا تقولي زوجي. اللي بيننا خلال فتره بينتهي. ولا نسيت الشرط؟ معك حق، أنا في لحظات السعادة أنسى روحي. جنت نسيتيني، ما قلتي بتسألين عني؟ أنا أبوك محتاج لك، ترى ما حد يهتم فيني غيرك. أقول لك ياني بالحلم، أنت ليش ما تصدقيني؟ أصدقك، بس هذا من زود حبك لأبوك. لا، هذه مو أول مرة. دائما يجيني في الحلم يعاتبني، يقول لي أنتوا ليش ما تسألون عني؟ ابتسام، حالة أبونا شكلها مطولة، يتعذب عاد ولا ما يحس، إحنا ما ندري. بس حرام يا بدرية، حرام أبوي يتعذب. عنده الريال يوزع ابتسامات من قده. الابتسامة صدقة، الله يكثر منها بدل الغل والحقد والغيرة. مريم. نعم. لو سمحت بيش تجيبي لي ملف سند وميثاق. الملفات عند منى مو عندي. أدري، بس أبيك أنت تجيبينهم. وشلون أنت اللي تودينهم له؟ أنا شي خصني، هو اللي قال لي. شفت؟ شفت رفيجك يا اسماعيل؟ من الحين بدا يلاعبني. لو انا منك اروح له، المفروض ما يقل صلاحيتك. هذا انت ما تصدق، تبي جنازه عشان تشبع فيها لطب، مو برايحه. عيال عطيني الملفات. Why not open the gate? Open. Sorry, madam, not allowed.
ابوي خلاص الحين انا مالي شور. اللي بيسوي خير ما يشاور. يا وديمة انا بروح وياه وبجاب له، هذا خالي. انت ابوي مرتبينها بينكم وخالصه السالفه. سلطان احجز لنا تذاكر قبل لا تغير رايها ان شاء الله. سلطان انا بعد ابي اسير معاكم العمره. لا ليش يا سلطان؟ خذها وياك يا ابوي. انا بكون مجاب الخالي، ما بكون فاضي. سلطان هناري زوجتك اولى مني، خلها تروح. المفروض تعرف ان الروحه هذه مو بلها. خلاص سلطان ما له داعي اروح معاكم، لا تزعل. ايش فيك على البنية يا سلطان؟ ما فيني شيء يا وديبة. اذا ما فيك شيء عيال خذها وياك. مرة ثانية بنوديها يعني لازم هالمرة؟ لا اخذها الحين. انا ما صدقت يا سلطان ان واحدة من بنات اخويا الله هداها وطلبت هي بنفسها انها تسير، انت تقول لا؟ سلطان انا ملاحظ ان هنالي وايد تغيرت عقب الزواج، صارت هادية ورزينة. انت ليش تصير جاسي عليها؟ خلاص لا تزعلون بنوديها. هو يا حسين. هلا سنج. انت الظاهر تبي عبد الله يعطيك انذار، متاخر ساعه. قول ايش عندك يا اخي. بغيت اعرف ايش هالتغييرات المفاجئه اللي صايره عندكم. ما ادري صدق يا حسين، انا الدنيا هذه صرت مو فاهم لها. اعطتني كل شيء وفجأة خذت مني كل شيء. المهم أنت شناوي تسوي؟ أنا ناوي أطلع، تعبت ما راح أكمل. لهانات في هالشركة زادت. قصرك بتنهزم وبتشرد. الأسباب وايد يا حسين. أنا من وين بلاقيها؟ من الشركة ولا من ميثا ولا من هذا الضابط اللي كل شوي طاب علينا ويكيل علينا التهم؟ أنا تعبت ومو قادر أتحمل. أستاذ سند، أستاذ عبد الله يبيك. يلا عيل خليك في شغلك وشد حيلك عن إذنك. تفضل سريع. مشكور. ما باخذ من وقتك يا سند، عندي موضوع صغير ودي اتكلم فيه. تفضل. المدير العام بلغني اختار واحد بينكم انت وميثا، لازم واحد منكم يطلع من الشركة. خلاص القانون مقطع نفسه ويا المدير العام، ما عنده غير سند وميثا في الشركة. هدي نفسك يا سند، هذا قانون ولازم نطبقه. بعد والله وصرت محامي عن الشركة يا عبد الله. لو انت كنت مكاني بتسوي نفس الشيء. انا اصلا كرهت الشغل وما يشرفني استمر معاكم، عن اذنك. أنا من فضلك شوف لي ميثا وين. ما له داعي أنا موجودة. طبعا تبي تسمعني شوية كلام، لزوم القيادة. كيف يعني؟ عبد الله أخلص، إيش تبي تقول لي؟ أنا بغيت أخيرك وين بتقعدين، مكتب سند ولا مكتب السابق؟ أقصد مكتب منى وإسماعيل. أنا أقعد وياهم؟ إذا تبيني أظل معاك بالشركة تقعدني مكتب بروحي. والله كان من عيوني بس للأسف ما في مكاتب شاغرة. مو شغلي، دبر حالك، مو أنت المدير؟ إيه أنا المدير
ولما كنتي حضرتك المديرة ليش ما دبرتي مكتب حق منى؟ ليش ما قعدتيها بروحها؟ جبتيها عندنا حتى ما شاورتينا. يعني السالفة تصفية حسابات. تصفية حسابات؟ على العموم انتي لا تستاهلين. المفروض واحد منكم يستقيل، انتي ولا سند. يمكن ما تكوني معنا بالشركة. ما حد بيطلعني من هالشركة. وانا الحين بحسم الموضوع ويا سند. خير يا حضرة الضابط، عندك معلومات جديدة يا تخبرنا عنها؟ حبيت أخبركم عن مزون. وأنا شي خصني فيها؟ أبوها زوجها، ليش أنا بالذات؟ أنا سألت عن ميثا وقالوا لي إن حطوا واحد مكانها. مرحبا حضرة الضابط. أهلا. السند، أنا توني جاي من مكتب عبدالله وبيكلمك ضروري. إذا بخصوص وضعنا الوظيفي أدري، خلينا نناقشه في البيت، هني مو وقته. أنا طالع الحين، مالي قاعدة هني، أشوفك بالبيت. على ذنكم. ليش مستعجلة؟ بغيت أقول لها آخر الأخبار. أخبار شنو بالضبط؟ أخبار مزون، لقيناها. ما سمعتك، إيش قلت؟ أقول مزون لقيناها، وأنت تتوقع؟ ما راح تصدق سند. لقيتوها؟ إذا قولي وين؟ على الأقل طمن أمها. للأسف لقيناها جثة في البر. جثة في البر؟ من اللي قتلها؟ هذا اللي نحاول نعرفه الحين. راح نشوف تقرير الطبيب الشرعي ايش يقول، ونعرف هالمجرم اللي قتلها ودفنها وحرم امها منها. سند ايش فيك؟ أجيب لك ماي تشرب شيء؟ أكيد بتستوين بينهم. الكل مستهتر في عبد الله. أنا مالي شغل، اللي ياخذ أمي أقول له يا عمي. تدرون لو المدير العام يختارني أنا شو أسوي فيكم؟ إيش بتسوين يعني؟ بمنع التجمعات النسائية والنميمة والريوق. بنات، مزون لقوها بيته. ما قصرت. سند، انت متأكد تقدر تسوق؟ اي نعم. المهم روح المستشفى خليك يكشفون عليك، لا تهمل حالك. زين خلاص خلاص، انسي موضوع الطبيب النفساني، بس ردي علي. نوره نوره
غالية، أنا ما نصحك تشوفينها، الجثة متحللة. أبغى أشوفها عشان أبرد قلبي، يمكن أبهي. تفضلي. These days without help, especially at his age. What's the matter? Why didn't you tell me you were thinking about going back to medical school? Sean told me. It's something I've been thinking about. It isn't definite. I was going to talk to you about it. What other surprises haven't you told me about? Nothing. I'm sorry you feel you can't trust me. I do. It's just, I don't like hearing things about you from other people. Meta. You weren't exactly upfront about your past. And Meta, you did. You have anything with me? We need to be. سند ايش فيك؟ ما ادري ايش فيني. من قالوا لي لقوا مزون ميتة وانا مو قادر اشيل نفسي. مزون لقاها ميتة؟ هل أنت بلغتيهم على الاجتماع؟ أنا بلغتهم كلهم. سند وميتة طلعوا وما أدري وين راحوا. عبير ومريم وزينب راحوا حق والدة مزون يعزونها. الله يرحمها. عبد الله، آسف على التأخير، ارتبشنا شوي. هلا إسماعيل، حياك، استريح. بلغتي منى؟ أنا بلغتها بس شكلها مو بياية. أنا قلت لها بس هي تقول عندها صداع وما تقدر تحضر الاجتماع. من أولها كذي؟ الكل يتغيب عن أول اجتماع؟ خلاص نلغي الاجتماع وباكر لتصرفها. Thank you.
بس يا خالتي بس. راحت بنتي يا مريم، راحت. إن شاء الله اللي تسبب في موتها يتعاقب وياخذ جزاه. شنو هذيلا من بشر؟ ما أعتقد إنهم بشر، هذيلا ناس متوحشين. الدكتور يقول لازم تشوف دكتور أعصاب لأنهم شاكين إنه يكون عندك مرض التصلب اللويحي المتعدد. ما قال ليش يعني هالمرض؟ ما أدري، بس يقول ممكن يتحول إلى شلل نصفي إذا أهملته. سند، الله الله في روحك، تلاحق عمرك. شلل نصفي؟ لازم تخلي زوجتك تجاب لك، انت ما تتخلى بروحك. بقول لها، هي قالت لي بتروح تعزي ام مزون وراده. الله يرحمها مزون، انا ما اعرفه بس الكل يمدح في اخلاقها. على العموم يلا تاخرت على اليهال، فما الله. مرحبا مريم. سامح واقف قدام بيتكم صار لي ساعة ونص. هلا غانم، خير؟ نورة زعلان علي، قافل باب حجرته ومو راضي تفتح لي، وأنا خايف عليه. ليش صاير شيء بينكم؟ صرخت عليها، لو سمحتي مريم تعالي شوفيها. الحين؟ هذه مفتاح الشقة، روحي وتصرفي معاها، أنا بروح أخلص شغلات عندي. ها وهذه رقم تلفوني، أرجوش مريم اتصلي فيني عقب ما تحل المشكلة. إن شاء الله. مشكورة. وشو حالهم هالحين؟ حالها ما يسر، ما عندها أحد، لا أهل ولا عيال. الحين حسيت بقيمة الواحد لما ما يكون عنده أهل. الله يعينها، بس هم ما عرفوا من اللي جتلها. لا للحين ما عرفوا. هلا سند. سند يعني ما تقدر تقعد بروحك يوم ولا يومين؟ شنو تخاف ولا شنو؟ ايش في صوتك كذي تعبان؟ خلاص خلاص، بعد ساعة اكون عندك. مع السلامة. شبلاري لك شكله مريض،
من خذته وهو مريض. تقولين عين؟ أخاف أقول لك شيء تزعلين مني. إيش بتقولين؟ أخاف إن هذه حبات نورة. قلت لك سند هذا ما بتهنين فيه. وقلت لك بعد يا ميثا لا تظلمين الناس. ما سمعتي كلامي. عمتي تكفين شوي شوي علي. الدنيا كلها سكرت بوجهي فجأة وبدون مقدمات. لا أم لا أبو لا وظيفة ولا زوج مثل الناس. Too much والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ما قالت لك بزعلها؟ لا ما قالت لي. نورا ظلمت بحياتها. الله يعينها. على العموم أنا رايح السوق أشتري حرامات ساعة وأرجع أخذك. سلطان أروح وياها؟ لا لا قعدي أبيك بسالفة. نورة فتحي الباب أنا مريم. شوفي يا بنت الناس، أعتقد أنا وضحت لك موقفي منك، وكثر خيري إني ما كبرت المسألة، بس أنا ملاحظ إنك قاعدة تتصرفين عكس اللي طلبته منك. إذا قصدك على روحة العمرة، فهاي خدمة راح تقدمها لي، أنا أبي أسير، يمكن الله يغفر لي. ويغفر ذنوب اللي سويتها بحياتي. إذا تبي تطلقني بكيفك، بس بعد ما نرجع من العمرة ما تعرف، يمكن ظروفي ما تسمح لي بعدين أسير. لا أب ولا أم ولا أخ ولا حتى زوج. اتصل فيني اليوم المحامي وطمني وقال لي ترى ان القضيه وايد سهله وما فيها اي عراقيل، وضع يبر يسمح لنا نحن نتصرف في الحلال. طبعا معها من البنات يعرف. سيف اللي يسمع الحين يقول انا اسوي كذي علشان اسرقهم؟ لا مو قصدي، بس هذول البنات يعتبرونك دوم دخيله عليهم. ما علي، باكر بيعرفون. ما تشوف هناديش قايل صارت تحبني وتحترمني؟ وحتى ميثا بدأت تلين إلا هالهنتين.
عمتي وين سلطان؟ اليوم ما نشوفه. ايش تبين به؟ نبيه يقول لنا قصص، سوالف ايش حالاتها تعيبنا. طلع راح السوق. عيل اليلسة بدونه مو حلوة. يلا ابتسام نروح. بس يا نورة قطعتي قلبي من الصياح. نورة أنا جايتك بعد لأن أخوك كان يشتكي منك. ليش زعلانة منه؟ يقول عني بينونة لأني أعلق صور سند. نورة خلاص أنت لازم تنسين سند. سند ما عاد لك، صار حق واحدة ثانية. ما أقدر والله ما أقدر ما أقدر. ايش فيك سند؟ بتخرب من شيء؟ ساعديني ساعديني خليني اكل. شامل شامل شو اللي صار لك يا سند؟ صدمة مزون صدمة مزون. اخاف ما عشان مزون، عشان عطوا عبد الله المنصب. قاعدة تسوين؟ بخلي سلطان اليوم يحلم فينا شوي. صدقيني من اشوف صورتي لا يقرقع قلبه. سأليني انا زين ايش حقك كل هذا؟ بدريه تراك طولتي المساله. عشان اثبت لعمتي وديمه ان كل الريايل نفس الشيء. زين خلينا نروح قبل لا يجي احد ويشوفنا. تعالي. باكر بمر عليك عشان تروحين تعزين ام مزون. زين نوره ترى غانم ما احد، انت لازم تقلبين صفحه سند وتعيشين ايامك اللي بقيت لك. عيشيها بحلوه ومرها. ايش بقى يا نوره من العمر عشان تضيعينه في الاوهام؟ هلا سلطان. لا لا خلصت كاني نازله. يلا انا بخليك، بس وعديني تنسين كل شيء ضيق خلقك. مو بكيفي يا مريم مو بكيفي. الحمد لله يا مريم انك قنعتيه تطلع. كاهي عندك جابلها ولا تزعلها مره ثانيه. يلا عن اذنكم. مريم مشكوره تعبتك وياي. لا عادي هي مثل اختي. مع السلامه. حياك الله. كذي يا نوره تسوين فيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا الإحرام ويبنى لك يا خال. سلطان إيش بلاها هنادي؟ شكلها زعلانة. لا يا وديمة مو بزعلانة. شوف يا خالي الإحرام ترى هذا من نوع الزين عشان الحر. شوف شلون؟ زين زين بارك الله فيك. طيب Thank you.
هنادي شو صاير يا امي؟ ما اعرف، بس احس سلطان ما يحبني. الله يهديك يا حبيبتي، ايش هالكلام؟ سلطان ما يعرف يكره، اكيد في سوء فهم. عمتي لا تقولين حق سلطان اني قتلتش هالكلام، بيزعل. الله يخليك. تطمني يا حبيبتي، انا عمتك اللي تحبك، بس المهم ما تحطين في خاطرك على سلطان. يلا قومي. يلا حبيبتي يلا قومي علشان ترقدين وترتاحين. ان شاء الله يا عمتي، لا تشيلين همي، انا ببدل وبعدها برتاح. يلا تصبحين على خير. وانتي من اهل. ميثا سند، ايش فيك؟ ما تسوى عليك هالخرعة، اوديك حجرتك ترتاح؟ لا انا برتاح. انا خايف فيني شيء يا ميثا، حاسس اني مو طبيعي. ما فيك الا العافية، ما هقيتك كذي تخاف من الموت والجثث. هي بس الضابط يهددني، يقول ان انت اخر واحد شفت مزون، يبون يلصقون فين التهمه غصب. اهدى يا سند، لا يوقف قلبك، مزون ماتت والله يرحمها. اي بس انا خايف، خايف لان الشرطه مهتمه وايد بالموضوع. كله مني، انا اللي شغلتها، لو ما كان فيها الايدز ومحتاجه كان ما شغلتها. منو فيه ليدز؟ مزون. بس بليز سند لا تقول حق احد، ترى ما حد يدري بهالموضوع غيري. اوكي وي وي وي